تمكنت قوات الأمن والدفاع بمدينة بنغور من احتجاز سيارة لنقل البضائع قادمة من العاصمة إنجمينة متوجهة صوب جنوب البلاد، وذلك بمدخل المدينة. وتقل سيارة نقل البضائع 71 راكبا من بينهم أطفال ونساء. ومن فوره توجه حاكم ولاية مايوكي بالشرقية أحمد طه محمد عبد الله ومسؤول الصحة والأمن والدفاع إلى مكان الحادثة. وعند وصوله شكر حاكم الولاية رجال الأمن والدفاع على هذا العمل النبيل واليقظة الكاملة على مدار الساعة لحماية سكان الولاية من تلك الجائحة، وأعرب عن أسفه من مثل هذه الأعمال اللا إنسانية والجشع الذي يدفع بأصحابه. سيارة الهاصة عن المجل القايد في قدامكم تشوفونها شايل 71 نادم، 71 نادم ده بدمهم 36 مرة، 20 صغير طفل و 15 راجل. وقت ما حكومة قال ممنوع دخول ولا خروج في جمينة وفي كل الولايات ال 23 هنا بلدنا تشاد بمرسوم رئاسي، ودا سيد الوتير الحسن تشوفوا ده قام مشال ناس دل ده كلهم، وبلده كل قالوا من 50 زيار نادم كي ما يقدروا رجروب ما كل ما في، بالأسف الشديد نادم ده شايل لو وايد 70 نادم في نفس الوتير عن الباجاج التشوفوا ده شايل وجه ناس عن الأمني قدروا صبته، ودولكم مثل ما تشوفوا هسه في قدامكم. وأردف حاكم الولاية بأن جميع المسافرين سيتم وضعهم في الحجر الصحي حتى يتم التأكد من سلامتهم، وأن سائق السيارة سيقدم للعدالة لينال جزاءه.